لكن من ضمن الأمور التي تسبب ضياع هوية بالنسبة إلي أن حصر الدين وحصر التدين في الصورة فقط، صورة، هذا صورة متدين ليست حقيقة متدين. لما يجون الناس وين يعني تشوفون هذا الشيء، يجون الناس يسألون عن شاب، هذا الشاب متقدم إلى بنتهم، فيسألون عن شنو، يصلي، يصوم، موجود في الماتم، موجود في المسجد. هذا ممكن يكون يصلي ويصوم، موجود في الماتم، موجود في المسجد، ولكن هذه مو التدين، هذا صورة التدين، هذا صورة التدين. نعم لازم يكون موجود في الماتم، لازم يكون موجود في المسجد، لازم يكون يجي في هاي الفعاليات، لكن هذا مو حقيقة التدين، مو هذه حقيقة التدين. لذلك تشوفون بعض الشباب إذا راح تقدم إلى ابنية وش يسوي، تشوفه كله حاضر في المسجد ويوقف صوب، يسمونه يقعد صوب المعروفين في الديرة، غفر الله موجود، وإذا جاء يسمونه الخطيب تعال يصور يا سلفي، ويطرش في كل مكان، رحم الله والديكم إذا أبوها موجود في مكان طرشوا السلفي هذا هناك عشان يشوفونه، والله رجال متدين هاكو كله ويا الخطباء، كله ويا العلماء، كله في المسجد، كله في فهموا السالفة سابقا. إذا واحد احنا نعرف يعني ما أدري هذا موجود عنكم، بس احنا كان في عرف كذي أنه إذا واحد جاب يخطب يلبس ثوب وتشوفه كله في المسجد، كله في المسجد، كله في المسجد، عشان إذا سألوا عنه لا والله تمام ملتزم أكو كله في المسجد ويلبس ثوب. أنا ما أدري سالفة الثوب هي شنو، بس القصد يعني يلبس الثوب. فأبرز ضياع الهوية هني هوية ضائعة.